الشعبين. كرة القدم ما هي إلا رياضة، لكن الأصالة والأخوة والمواقف الطيبة والإيجابية هي اللي تبقى ما بين الشعبين. طبعا النادي الأهلي أيضا بعد يعني يوم الجمعة اللي جاية، الأول عنده مباراة الوصل في كأس زي، بعد كده عنده نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكيد مباراة قوية جدا مع نادي أكيد نادي قوي، نادي عريق في تونس، نادي أكيد كلنا عارفين أهميته في أفريقيا والدوري التونسي. وكمان معانا على التليفون واحد من أهم اللعيبة من نجوم نادي الترجي ومنتخب تونس، الكابتن خالد المولي، علشان يتكلم معانا أكتر على المباراة. كابتن خالد، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. مرحبا بيك أخ عمر وكل السادة المشاهدين نقلة الأهلي المصري وبالشعب المصري الكل. كابتن خالد، يمكن حضرتك اكيد واحد من نجوم نادي الترجي التونسي، واحد من اللي شاركوا في المباراه النهائيه في 2012، لكن هتكلم معاك في المواجهه الثالثه ما بين الاهلي والترجي. الاولى والثانيه كانت في مرحله المجموعات، المباراه الثالثه والرابعه هتكون في مرحله مهمه جدا، هي مرحله النهائي ومرحله التتويج باللقب. الاول شايف المباراه ازاي، وايه الفرق ما بين المباراه النهائيه والفرق ما بين المباراه اللي اقيمت بين الاهلي والترجي في مرحله المجموعات؟ هو بطبيعة الحال كل مقابلة وعندها الحقيقة متاعها. مقابلة المجموعة ما كانتش مهمة كثير للترجي، ما انه ضمن الترجي متاعه، كان يعني كان الهدف انه مين يترشح الاول، الاهلي ولا الترجي، وكان الاهلي الحقيقة جاهز احسن في المباراة متاع المجموعة وفاز وتحصل على الترتيب الاول. الان نحكيوا على مباراه يعني مغايره تماما، مباراتي نتاع نهائي، اكيد الاستعداد باش يكون مغاير، الاتموسفير يعني ككل باش يكون مغاير، لانه يعني زوز المباراتين باش يكونوا مهمين جدا بالنسبه للترجي. نفس الشيء اتصور الاهلي المصري باش يكون يعني جاهز بدون يعني ممكن حساب كبير بالنسبه للمقابله المجموعه، لان مجموعه يعني مباراه من الماضي اصبحت، لذلك اتصور انه الترجي ممكن ياسر يعني ممكن كثير ان يستفيد من الهزيمه اللي هزمها في المباراه نتاع المجموعه في تونس. نتمنى كل التوفيق للفريقين. كابتن خالد، حضرتك كنت موجود زي ما قلت في الاول في المباراه النهائيه اللي كانت في 2012، وحضرتك عشت اجواء دوري ابطال افريقيا في المباريات النهائيه. عايز اعرف من حضرتك بيكون عامله ازاي؟ ايه الاختلاف؟ الاستعداد النفسي والاستعداد البدني، ايه اللي بيكون مختلف عنها عن بقيه المباريات؟ وكمان حضرتك كلاعب كره قدم ممكن تحكي لي حاجات عشتها هتكون واقعيه اكتر من كلام حضرتك اللي هتقوله. انت يعني تعرفت النقطة مهمة ياسر، هو التحضير النفسي. تمام. هذا يفرق ما بين مقابلة يعني مباراة مجموعة ومباراة ثانية. التحضير النفسي مهم جدا بالنسبة لأي فريق باش يخوض نهائي. يظهر لي في 2012 الأهلي في مباراة الإياب كان أفضل على المستوى الذهني، يعني مع الترجي في مقابلة الذهاب عملنا رغم اللي عملنا نتيجة إيجابية 1-1 في القاهرة العرب، لكن في القاهرة، لكن في مباراة الإياب الأهلي المصري أظهر استعداد ذهني كبير، وفي نفس الوقت في المباراة يعني 2012 نهائي 2012 الترجي كنا ناقصين عديد اللاعبين المهمين، الشيء اللي استغله الأهلي المصري مع الخبرة الموجودة. نعرف الأهلي المصري يعني أكثر فريق في أفريقيا لعب نهائيات وفاز بالرابطة الأبطال، الخبرة مطلوبة في مثل المواجهات مثل هذه، لكن تبقى دائما حقيقة الميدان هي الفيصل. اليوم أكيد على المستوى الذهني الأهلي المصري يعني نادي كبير وعنده الخبرة وعنده اللاعبين اللي يملكوا ما يلزم من الإمكانيات الفنية والذهنية أنهم يلعبوا مباراة نهائية، لكن في نفس الوقت الترجي لا أتصور أنه باش يعني فلت فرصة كبيرة مثل هذه، لأنه أظهر في المباراة النصف النهائي، أظهر مباراة الإياب خصوصا 4-2 اللي فازها، أظهر استعداد بدني وذهني كبير. دونك نتصور اللي نهائي باش يكون نهائي ما بين زوز أكبر فرق في إفريقيا، تلعب على مباريتين هذا أكيد. الترجي مطالب أنه كالعادة يقوم بنتيجة إيجابية في مصر، وهذا
ما يحصل النادي في اكثر في اغلب الاحيان في القاره تبقى قابلت الاياب. لازم الفريق يكون جاهز بطبيعه، هذا كل يتعدى بمباراه الذهاب. نتمنوا للترجي يكون جاهز 100% باش يخرج بنتيجه ايجابيه. كابتن خالد، عايز اسالك على سؤال مهم جدا خاص بمباريات الاياب والعوده. يمكن زمان سمعنا على ان دايما الفريق اللي بيلعب بره ملعبه من الصعب ان هو يفوز، لكن شفنا الوقت بيتغير. حتى في قاره افريقيا بقى الموضوع عادي، نغمه الفريق بيلعب جوه ارضه او بره ارضه الموضوع ما بقاش صعب زي الاول. هل حضرتك تتفق مع الكلام اللي بقوله، ولا لسه رهبه صاحب الملعب بتبقى موجوده للفرق المضيفه او 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 للفريق الضيف اللي بيكون موجود على ارض الملعب؟ هو شوف، الكرة الحديثة ورينا هذا في كأس العالم خصوصا، عديد المنتخبات رغم القوة الفنية اللاعبين نتاعهم، لأن يحبوا يكونوا يعني الكتلة الدفاعية نتاعهم متأخرة عشان يعني يكسبوا المساحات اللي يخليها الفريق اللي باش يهاجم. هذاك علاش نصور اللي غيرت المفاهيم التكتيكية بالنسبة لكرة القدم الحديثة، أنه عديد الفرق ولاو يحبوا يدافعوا عشان يعرفوا يلعبوا الكونتر اتاك. الترجي عنده الامكانيات من الناحيه هذه، الاهلي نفس الشيء، رينا عديد مرات الاهلي في مقابله الاياب في تونس في مجموعات الاهلي لعب كتله منخفضه وقلل المساحات اللي خليها الترجي الرياضي التونسي ما بين الحارس المرمى والمدافعين. نفس الشيء باش يكون الترجي مطالب انه اول شيء يامن المباراه على المستوى الدفاع، يلعب دفاع جيد متكتل. نعرف قوه الاهلي المصري انه يعني في الهجمه المركزه فريق قوي، يعرف يعني يمر من الاطراف، يعرف يمر من عمق الدفاع. لذلك الترجي مطالب انه في مباراه الذهاب يغلق المنافس جيدا ويستغل المساحات اللي ممكن يخليها دفاع الاهلي المصري. كابتن خالد المولي، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه الاهلي، وكلام مهم جدا جدا خاص بالمباراه القادمه ما بين الاهلي والترجي في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله اكيد كل التوفيق للفريقين. زي ما احنا قلنا مصر والامارات هم اشقاء، ايضا مصر وتونس هم اشقاء نادي الاهلي، مش غريب على ملعب رابس لان نادي الاهلي توج